أكدت باتريشيا إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم بأن المنتدى يعد مكانا للأمل وأن انطباعاتها عنه إيجابية. بالنسبة لي أعتقد أن منتدى شباب العالم هو مكان للأمل، وكان العامان الماضيان يتميزان بصعوبة شديدة، وكان من الصعب احتواء هذا الوضع. كنا في مكان واجتمعنا سويا وناقشنا كل التعليقات الإيجابية والدروس المستفادة. وإذا ما سألتيني عن انطباعاتي حول هذا المنتدى، فأستطيع القول أنها جميعها إيجابية، وكنت سعيدة جدا حيث التقيت مع شباب لديهم توجهات مختلفة، لأن الشباب دائما متفردين ولديهم مشاكل مختلفة. إذا هذه المنصة منصة فريدة ومؤثرة، ولم أرى مثلها من قبل في أي مكان.